دايما بقول هو مهرجان ولد ناجح وولد مهرجان كبير بسبب الاهتمام والاداره والامكانيات المتوفره للمهرجان والمجهود والتعب اللي الناس اللي هي بتعملها عشان توصل بالبرنامج والفعاليات انها تبقى على المستوى ده والشكل ده. ويعني انا من يعني كان نفسي افضل هنا لثمان ايام اتفرج على كل الافلام. طبعا في افلام كتير شفتها، لكن في افلام لسه ما شفتهاش وفي افلام هكتشفها وفي افلام سمعت عنها وقريت عنها ونفسي اشوفها. لكن طبعا عندي شغل عشان مهرجان القاهره، فلازم ارجع يعني بعد 3 4 ايام اكون في القاهره بشتغل تاني. يعني موافقين، بس انا عايز اسالك، هل مهرجان القاهره يعني في تكمله او في تكمل مهرجان الجونه بيكمل مهرجان القاهره، مهرجان القاهره بيكمل مهرجان الجونه، او في هذا طريق وهذا طريق؟ طبعا المهرجانين كبار. طبعا مهرجان القاهره يعني ليه تاريخ اكبر، ليه مهرجان عريق جدا، لكن الاثنين بقدموا وجبه مهمه جدا من مش بس من الافلام، لكن كمان الحاله السينمائيه الشامله اللي هي يعني فيها كمان دعم للمشاريع وفيها فرص للنتوركينج او اللقاءات ما بين الصناع والمنتجين والمخرجين ومهرجان. يعني الاثنين مهرجانات دوليه بمعنى الكلمه، معناها انها فعلا ضيوفها اكتر من 300-350 ضيف من خارج مصر، وما فيش مهرجان مصري تاني بيقدر يحقق ده، مهرجان سينمائي بالتحديد. يعني فهي الاثنين بيكملوا بعض وبينافسوا بعض في نفس الوقت، لكن في صداقه حقيقيه ما بين القائمين على المهرجانين. يعني طيب اخر حاجه، في مفاجات ممكن تكشف لنا عنها في مهرجان القاهره او لسه قيد التحضيرات؟ يعني وين وصلت في تحضيرات الدوره الجديده لمهرجان القاهره؟ احنا قربنا نخلص البرنامج، اعلنا اوريدي عن تكريم المخرج الامريكي البريطاني العالمي تيري جيليم. هنعلن قريب عن تكريمات تانية 24 او 23 اكتوبر، يعني في الحدود دي تقريبا هيبقى في مؤتمر صحفي بتاع مهرجان القاهره، هنعلن عن يعني 90% من البرنامج ولجان التحكيم، وهيبقى في بيانات صحفيه كتير بتنزل الفتره اللي جايه يعني، فتابعونا.